هذا اللي تكلم قال له المختار خير المختار ولد محمود ولد مبارك ولد الكوري الخر من سكان العيون الاصلية متزوج ومصاب بمرض السكري وله ثلاث ابناء وعندي جوج تركيا يتامى نعيلهم. الاعتصام هذا بدا نهار الخميس 7 شهر 7 2011. اسباب شنو هي؟ ما جينا احنا وقلنا لا بينا الشبع ولا بينا شيء، بينا عدم التشغيل وباش كملوا هذو الناس يجملوها قفلوا علينا في ديارنا، لا صحراء تقيسها لا بحر تخيم فيه الا دخلونا العده وقفلوا علينا ديارنا. خيراتها كامل يظهر قدامك، البحر ينبج بالحوت والصحراء الفوسفات من هنا وهذا الشيء كامل ما نرايين بش، وهذا كامل هو من اسباب قديم يجيك، وهذا اللي اليوم رقم اللي شيء يطمن قديم يجيك. ورانا نقول هذه الدوله لا الا ما لقات لنا حل ولا لقات خوتنا حل راه الاعتصام لا يتطور ولا يعود مسائل ثانيه، وحنا نحذروا من هذه المسائل الثانيه. نقولها احنا مازلنا لحد الان في مسألة سلمية ونطالبوا مسائلنا بطرق سلمية. وتوف والسلام. هذه سكينة من الكوارع، الملقمة من الزحافة، من الخفوت، من تحسينة، الفكورة من أبيخة، زحافة من 67 ومن 75، وإحنا صوراتنا تمشي على عينينا تتخط علينا كيف تقول، ما خدمنا إحنا منها، ما خدموا منها أولادنا، ما خدموا منها بناتنا، ما قطرينا لها شيء. واليوم رانا مطالبين حقنا في ترابنا، لاولادنا يخدموا واملاتنا يخدموا، اولاد المنطقه وراعك وقتنا، راعك وقتنا اللي عندنا كاذبين ولا مزورين راعينا. شوف لحد الساعه ومنين نقوم ندوروا حقنا ندوروا خدمتنا في ترابنا، فرضنا ما نطفي على احد ولا ندار نشيع لحد يعطونا الدبوس ويعطونا نقول انتم انفصاليين وانتم تخدموا ذاك وانتم تخدموا ذاك، اباش مناش باش نبداو حقنا. واليوم ندوروا حقنا بترابنا ونظروا أولادنا، خرجوا كم مليون؟ 57، أنا خلقت 57 في العيون.